بدكم اليوم جولة بالمتحف الإسلامي في أم القرى في بغداد، ويا الشخص اللي نفذ المشروع الأستاذ لؤي مجيد، وراح يشرح تفاصيل عمل هذا المشروع وشون أخذ من عندهم فترة سنة ونص للتنفيذ وحتى يتكامل المشروع، وراح تاخذون الجولة ويانا. اليوم نعرفكم بأستاذنا، تقدر تعرفنا عن نفسك؟ لؤي مجيد العاني، مصمم داخلي ومنفذ مجسمات معمارية. تقدر تحكينا عن بداياتك وشلون بديت بهالعمل بالموديلات؟ قبل الموديلات أنا جدي من أسطوات بغداد القدماء، اللي ما كانوا مهندسين معماريين في ذلك الوقت، كانت أسطوات اللي هو يمثل المهندس المعماري الحالي. فوعيت أنا يعني على جدي سيد فليح، وشفت الشغلات اللي كان ينفذها وهو بعمر 100 سنة. فكان أتذكر يعني شيتات ورق كبيرة ويقسمها مربعات سنتيم في سنتيم، الجريلات اللي احنا نسميها الحالية، ويقعد يشخط هاي المربعات بحيث تطلع بالنتيجة عنده الزخارف اللي على المنائر وعلى القباب. فهذه يعني بعمر 10 سنين أتذكر يعني واعي عليها. حينما يسير في شوارع المنطقة مالتنا في بغداد، كان يطيل النظر إلى بعض الأبنية، يوقف يأخذ يعني فترة يتأمل البناية. فأنا كنت ويا من أرافقه أضوج من هاي الحالة، يعني جدي ليش يجي تأخذ؟ بعدين عرفت أنه هاي وقفته هو بيسوي عملية دراسة أو يشوف الديكور الجديد اللي بالمبنى، الطراز الجديد. فهاي الأجواء اللي أنا عشت فيها. بالنسبة للموديلات، الموديلات أول موديل أنا اشتغلت عمري ب 16 سنة تقريبا، 16 أو 14. كان والدي أيضا مقاول، ماخذ المسرح الصيفي سينما المسرح تنفيذه. فأني بالورشة سويت مسرح صغير، والدي انتبه على هاي الحالة، فقام كل مقاولة يقول لي سوي لها موديل، أنا أشتغل لها اعتيادي. بعدها دراستي في وقتها ما كان أكو قسم تصميم في الفنون الجميلة، فدخلت إلى قسم الموسيقى. قسم الموسيقى دخلت والحمد لله طبعا وصلت إلى درجات متقدمة جدا، وأنا في المرحلة الثانية. مما حدا بوزارة الإعلام أن تطلبني إلها كموظف، وأنا بعدني المرحلة الثانية موسيقى. فمن رحت اختاروا لي مهنة مخرج موسيقي. المخرج الموسيقي يجب أن يكون بمستوى إحساس موسيقي راقي جدا وعنده معلومات كاملة، يعني مو أي شخص يجي يصير مخرج موسيقي. فدخلت إلى الإخراج الموسيقي تقريبا سنة سنة ونص. بعدها صار أنه أستلم أو أتحول إلى قسم الهندسة الصوتية. قسم الهندسة الصوتية من دخلت به حسيت أنه أنا أحتاج أن أدرس مرة أخرى بعد أن أكملت دراستي للموسيقى. فانفتح في وقتها قسم التصميم بعموم وأقسامه يعني فروعه، وكان أنه اختاريت قسم التصميم الداخلي، فرع الداخلي لعلاقته. ثلاث شهادات أو شهادتين؟ شهادتين. فمن دخلت للقسم الأساتذة يعني بوقتها قلت لهم أنه أنتوا ما تضيفوا لي في شيء جديد، ولكن عندي معلومات، المعلومات مشوشة من خلال الدراسة الأكاديمية اللي حدرسها عندكم، حتى تنظم الرسم المعماري، دراسة العلاقات داخل الفضاء الداخلي. فبعد أن كملت هذه الدراسة تصميم داخلي، وجدت أن عندنا يعني قلة في صناعة الموديلات المعمارية، كادر اللي يشتغل في هذا المجال قليل جدا. احنا يمكن
يمكن بالعراق شغلها قليل يعني، المشروع يمكن على الخريطة ويوقف. لا هو 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 عندنا يعني ناس، عندنا ناس اللي تجي تشتغل. نعم. بس المشكلة انه المواد الأولية ما متوفرة بالشكل اللي متوفر بالخارج يعني. فكان عندنا مكتب واحد في بغداد هو اللي متولي توزيع هذه المواد، فصار اتفاق وياه انه اني اخذ جانب من هاي المواد، فاخذت وبديت. لحد الان تقريبا 1200 الى 1300 عمل منفذ في معرض بغداد، الاجنحه الدائميه تقريبا 40 عمل، وزارات، وزارة الري، وزارة الزراعة، الله يبارك بيك، وشركات. العمل المميز اللي صار عندنا هو المتحف الإسلامي. المتحف الإسلامي هي فكرة الدكتور فهمي القزاز، الشيخ فهمي القزاز، سعى بيها وأخذ وفود إلى مكة والمدينة. إذا تشوف واحدة من هذا ناخذ المجسم الغزو، لا هذا الهجرة، طريق الهجرة. طريق الهجرة في المجسم المدينة مسوي إذا تاخذ لي لقطة على الجمال، هذه مسيرة الجمال. الجمل مسوي تقريبا على نفس هذا الحجم، ولكن الجمل 10 سنتيمات ارتفاعه. احنا هنا قدرنا ان نسوي جمل بارتفاع 1 سنتيم. شلون سوينا احنا؟ شلون يعني انت من شنو صنعتوه هذا؟ هذا سي ان سي. نعم. وكارت بورد. نعم. حركه الرجل، فمن طبقناها صارت للجمل 4 رجلين وشكل مجسم كامل. يعني اصبح حتى المجسم الفيجر هو هاند ميد هنا. هنا يعني لا 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 زين. يمكن الاشجار هاي هم قطع جاهزه؟ الاشجار جاهزه، ولكن مثلا الجبال هذه من الورق، ورق وعجينه الورق، عجنا ورق تالف عجناه. نعم. سويناه بهذا الطريقه. هذا المجسم يمثل. نعم. احداث معركه احد. نعم. في حجم المجسم كمقياس رسم 1 إلى 10,000. الفيجر اذا ماكو يعني فيجرات اشخاص او خيول 1 إلى 10,000 بهذا القياس. نعم. يعني ايش قد الحجم يطلع ماله؟ اذا تلاحظين احنا استخدمنا الفيجرات 1 إلى 100، 1 إلى 100 هذا الفيجر. نعم. فيجر الخيول والاشخاص. نعم. ولكن حجم المساحه العمل انسجمت ويا الحدث حتى تكون تبين العرض مبينه، وما صار نشاز بالفيجر يعني. نعم. هنا معناتها المنفذ الموديل ممكن ان يتجاوز بعض الشغلات. نعم. في سبيل الاظهار النتيجه النهائيه. يعني لحظه، هذا القوس على جبل الرماد، هاي المقاتلين هنا. نعم. القوس بكل معالمه على حجم 1 إلى 100. نعم. هذا صار يعني هاي مو جاهزه، عمل هنا. لا لا لا، هذا عمل بالورشه اللي كل بدت. ايش قد طولت فتره هذا؟ تقريبا 30 يوم 35 يوم. وراسا يعني اكو مراحل؟ لو هو راسا يعني لا، احنا كنا يعني ننطي مثلا الفقرات. نعم. التلوين مالتها الى مجموعه، اللي يشتغلون يخلون مثلا الخيول والفرسان. نعم. مجموعة أخرى تشتغل، وبعدين كل مجموعة نجمع الأعمال مالتها وتنجمع في المكان الموقع. نعم. هذا يعني حتى المسير ومراحل القتال في معركة أحد تختلف عن الأفلام اللي نشوفها. نعم. اللي تروي سيرة. أي بالضبط، لأن بالفيلم الخيول خالد بن الوليد واقف ورا الجبل، في حين. نعم. هو هناك غير. اجى بعدين؟ لا لا، هو ورا الجيوش واقف، ورا. نعم. الجيش، ورا قريش. نعم. فهاي كل هاي المسافه احنا مسويها، واناره موجوده. أي بالاصل اناره. اي اي زين. هاي انتم اعتمادا على كتب تاريخيه شلون تصورتوا هاي المشاهد؟ يعني 6 لجان تاريخيه. ست لجان تاريخية. كانت حاضرة يعني مستمرة، ويعني أسبوعيا يومين أو 3 يجون. نعم.
وينطونا الناحية التاريخية، قسم متخصصين بالتاريخ الإسلامي، قسم متخصصين بالسيرة النبوية. فهم العمارة الإسلامية الإسلامية كان إشراف الله يرحمه الدكتور جنين لطف الله. الثالث هذا غزوة الخندق. غزوة الخندق أول جبال في المدينة المنورة عموما هي جبال بركانية. فالخندق كان ما بين منطقتين يسمى الحارة، اللي هي صخور بركانية صعوبة اجتيازها. يعني موجودة حقيقية، يعني واقع مصد طبيعي. هاي الحارة وفرنا صخور بركانية اللي هي الحجر مع الحمام اللي يستخدموه بالحمام. فدقيناه كسرناه وصارت صخور بركانية كأنه طبيعية. حافظت، أنا دائما أسأل السؤال، شلون حافظت على استمراريتها؟ يعني أنا هسه مثلا الأشجار الكذا، يعني هذا المتحف صار يعني مشروع صار له سبع سنين. شلون بقت مستمرة؟ يعني أنا هذا استخدمنا المواد، طبعا تجارب سوينا عليها. نعم. وحكمهم تجربتك. اي طبعا يعني اي 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 يعني انا من نسبه اللواصق تصير اكثر على مود تتماسك اكثر. نعم. ان لواصق شفافه ورا ما نكمل الشكل ندير عليه، هذا ثبت. يعني هذا صار له سبع سنين. اي اي يعني نفس ما طلع ما اول ما كانه اليوم سويته. اي يعني هذا شو اسمه. اي بالضبط هلا ان شاء الله. يعني احنا كنا متوقعين سنه الى سنه ونص تبدا عمليه صيانه، عندنا صيانه دوريه. نعم. يعني الحمد لله والشكر الان السنه السابعه نسبه الصيانه ما تتجاوز 5% من كل جميع الموديلات والمشروع. بالضبط. هذا المجسم اذا تلاحظين دراسه اليه جسم الانسان. بالضبط. فاستعنا بالدكتور مجيد كامل الشمري. نعم. واستاذ في قسم التصميم، فمن حضر قلت له اريد اليه جسم الانسان تدرس بشكل مضبوط. مثلا الشخص اللي دا يصعد الدرج، حركه رجله، الثنيين، ايده. نعم. لزمته لل شو اسمه للأحجار اللي دا يرفعها، الشخص اللي دا يستلم من عنده. نعم. يعني اذا تلاحظين مثلا ذاك الفيجر دا يستلم ومستند على 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 عمود زين. نعم. يعني تشوفين انه الحركه اشبه بالطبيعيه. نعم. هذا اخذ وقت تقريبا شهر. موديل آخر هو المسجد النبوي بالشكل الحالي. نعم. التوسعه الحاليه اللي صارت هسه النسخه هسه يعني حاليا من قسم الله لنا زياره البيت وتشرف بزيارة المسجد النبوي. باوعت يعني ماكو فقرة أو حركة أو شكل بالمسجد احنا ما بنبذيها هنا. الحمد لله. يعني بنبذي، ولكن هذا شنو؟ هذا سي ان سي. يعني شغل مكاين التقنية اليدوية به قليلة جدا. يعني هذا الاظهار القباب الدرجه اهم تقريبا القباب 3D. نعم. فتقريبا المكننه هنا داخله بشكل نسبه 90% تقريبا. نعم. يعني التقنيه اليدويه هنا قليله جدا بهذا المجسم. نعم. بعكس المجسم يستخدمون التقنيات الموجوده، يعني ستوفرت يعني لا هي مو هنا ممكن ان استخدم انا التقنيه الحديثه والمكاين الحديثه، ولكن مثلا جبال مكه صعبه يعني ما ممكن، او المساجد القديمه. نعم. ما ممكن يعني شغله يدويه ماده طينيه. نعم. بالضبط. نعم. بعكس مسجد القبلتين. مسجد القبلتين هذا يدوي 100%. اشتغلنا بيدنا باستخدام الكتر السلك الحراري. هنا نسبة السي ان سي في هذا المجسم 10% اللي هي فقط هذا السياج على الستارة زين، وشغلات بسيطة جدا. هذا كله يدوية، وحتى الفيجرات اللي بي هذا تصنيع يعني ما استوردنا بهذا. هذا اشتغلناه بالورشة كامل. وهذا المجسم
تقريبا الوحيد اللي اشتغلت انا وحدي بس حضرتك. اي ما خليت احد يد. شنو السبب؟ شنو الميزه؟ ما اعرف يعني شنو الميزه اللي حسيت انه ما ادري. انا بوقتها مهندس رغده من جابت التصميم نعم. بوقتها قلت لهم هذا عفوليه انا اشتغله وحدي نعم. تركو حسيت انه لازم يطلع، حسيت بالشيء يعني واقعية. المسجد ما هو مثل مانسي لا ما اعرف يعني في وقتها، ولكن اول ما شفت التصاميم فقلت لهم انا حاشتغل هذا وحدي. الموديل الاخير في هذه الجوله هو مجسم لمدينه بغداد المدوره في عهد الخليفه ابو جعفر المنصور. هذا ايضا مهندسه رغده هي اللي المعماريه هي اللي رسمت المجسم استنادا الى اكثر من 30 مصدر. نعم. وفرنا لها وسوت دراسه عليه وطلعت بهذا الشكل. مجسم مدينة بغداد تميزت البوابات مالته يعني هاي البوابة الصغيرة عبارة عن 32 قطعة. هذا المدخل هذه 32 قطعة، إذا نحسبها عدد القطعة 32 قطعة لتشكل لنا شكل البوابة. طبعاً سكيل واحد إلى 10,000 أتذكر يعني بالضبط. ما الشغلة الأخرى هذا الحجم كله ما ممكن انتقاله، لان احنا فكرنا مستقبلا نخاف ينقلون الى مكان اخر. فكل موديل بحجم كبير فكرنا انه شلون يتفسخ واعاده نقله ويطلع من الباب الصغيره. فهذه كلها درسناها بها. الشغله الاخرى الترسبات الطينيه اللي موجوده بالانهر ايضا هم تمت الدراسه مالتها. احنا نلاحظ حتى كل بيت بنخله. هذا هذه كلها ثلاث نخلات. البيوت الدائره اي اللي هو الكورت اللي يعني هي منطقه بساتين كانت بغداد. منطقه يعني بساتين قسمت قسم يقول لك اكو ثلاث اسوار قسم يقولون سورين يعني نعم. احنا هاي اكيد اللي بالوسط اسمها. الوسط هي دار الخلافه وبيوت نعم. القاده وال شو اسمه الترتيب هذا. هذا القطعة الواحدة لهذا البرج عبارة عن 8 قطع. هذا البرج الواحد برج اي هذا البرج السوق. الواحد 8 قطع ده يشكل الشكل ماله. هي هاي مو البوابات نفسها اللي هي بوابات أربعة اللي هي ها اكو أسمع. اكو عندنا خطأ هنا. هي بغداد في مدينة الكرخ وليس الرصافة. إيه فالباب الوسطاني اللي موجود بالرصافة هو مو بغداد لا. بوابة بغداد لا. هذه صارت يسموها رصافة المهدي. نعم. احد ابناء الخليفه حول الجيش نعم. والهذه في ذيك المنطقه نعم. هذه مدينه بغ والله ما اعرفها بالضبط. اي اربعه باب الشام وباب الحجاز يعني التسميه مالتها حسب التوجه. الناحيه التاريخيه عذريني بها لان انا الناحيه الهندسيه والتقنيه اجاوبش عليها بصراحه. فهذا العمل طول تقريبا شهر نعم. بكل مراحله بشغلاته المتكرره. نهايه جولتنا اليوم في المتحف الاسلامي في ام القرى في بغداد. نشكركم.